أعزائي الطلاب، مع قناة فري إنجليش يسرنا اليوم أن نقدم للصف الثاني الثانوي نظام حديث 2021، حل تمارين الوحدة الثالثة. تمارين تشمل المفردات وحروف الجر والمشتقات والكلمات والمرادف والعكس وكل ما يتعلق بالوحدة الثالثة من كتاب المعاصر، وسوف يكون هذا ابتداء من صفحة 128 وانتهاء بصفحة 132. ولا تنسوا أعزائي الطلاب تفعيل زر الجرس وإرسال إعجاباتكم ومشاركاتكم وتعليقاتكم، وأرجو منكم تفعيل زر الجرس وإرسال اشتراكاتكم والتعليقات على أساس تشجعونا نشوف ما لنا وما علينا بالنسبة لعمل القناة. فإحنا بنرحب بأي أسئلة، وقناة فري إنجليش دائما وأبدا تعمل على تذليل أي عقبات تواجه أبنائنا الطلاب. والفيديو النهاردة فيديو هام جدا جدا، ده بيعالج مشكلة الطلبة اللي بيطلع من امتحان ويقول لك الكتاب ما جاش منه حاجة. فإحنا النهاردة هنتعامل مع جزئية هامة جدا، ولكي لا أطيل عليكم نبدأ شرحها الآن. فحسب ما وعدناكم أعزائي الطلبة إن الفيديو ده هام جدا ولابد من الاطلاع عليه ومشاهدته أكثر من مرة حتى نتجنب مشكلة الطلبة اللي هي بتقول الأسئلة اللي جات في الامتحان يعني خارجة عن المقرر. طبعا هي مش خارجة عن المقرر، ولكن جل من لا يسهو. فهنا النهاردة هنبدأ إن شاء الله زي ما قلت لك من صفحة 128 وننتهي بصفحة 132، أكتر من 50 جملة فيها أسئلة هامة جدا. الجملة الأولى بتقول corn wheat wheat القمح and tomatoes are، وجايب algae sorry طحالب، sea weeds أعشاب بحرية، weeds أعشاب ضارة عادة، crops محاصيل، ودي إجابة صحيحة. فارم لاند أرض زراعية. مودرن فارمنج تكنيكس أساليب الزراعة الحديثة هيلب انكريز ذا أوف فارمز، هيلب انكريز ذا برودكشن إنتاج، أجريكلتشر زراعة، إنوفيشن تجديد ابتكار، هيدروبونكس زراعات مائية. نمبر 3 هي هاز ا أوف فاشنبل كلوزس، هي هاز ا فارايتي مجموعة من الملابس اللي على الموضة، برودكشن انتاج، ليف ستوك ماشية، كروبس محاصيل. نمبر 4 ذا نايل از ذا مين اوف فريش ووتر ان ايجيبت، عايز يقول لي النيل هو المصدر الرئيسي للمياه المياه الجيدة العذبة لمصر. فيجيتيريان شخص نباتي، برودكت منتج، اورجانيزيشن منظمة. موست بيبول ان ذا كانتري سايد ورك ان، معظم الناس في الريف يعملون فيه. والاجابة اللي عندنا اجريكلتشر زراعة، ليف ستوك الماشية، فارمنج زراعة وتربية المواشي، يبقى أقرب إجابة عندي نمبر A ونمبر C، فنمبر دي إجابة صحيحة. We need to find more methods of growing foods، يجب علينا أن نجد أكثر لطرق أكثر لزراعة المحاصيل، يبقى more sustainable. sustainable فريندلي تو ذا انفايرمنت، صديقه للبيئه او غير ضاره، او سستينابل تاني مستدامه، تيربل فظيع، دراي جاف، انفورشنت غير محظوظ. نمبر 7 از ا بلانت ذات نورمالي جروز ان ذا سي، عباره عن نبات ينمو دائما في البحر، سي فود طعام بحري، سي ويد اعشاب البحر اللي زي نايل فلاورز ورد النيل، كورالز اصداف بحريه، ويلز حيتان، وكورال ريفز اللي هي الشعاب المرجانيه. نمبر 8 شيب بقار
cows رقار sorry sheep الأغنام cows رقار horses الخيول are livestock ماشية أو حيوانات دابة أليفة we live in the age of technological نعيش في عصر technological innovation الابتكار التكنولوجي أو الاختراع التكنولوجي number 10 according to حسب بموجب وفقا ل plants are grown in water not in soil according to hydroponics الزراعات المائية nature الطبيعة traditions عادة تقاليد seaweeds أعشاب بحرية does not only mean لا تعني فقط growing animals زراعة تربية الماشية والحيوانات but it includes keeping animals as well يبقى farming اللي هي زراعة وتربية المواشي number 12 life on the الحياة على depends mainly تعتمد أساسا على energy we get from the sun الطاقة التي نحصل عليها من الشمس life on the earth floor أرضية حجرة أو طابق في مبنى ground أرض صلبة زي أرض الملاعب والشوارع soil تربة زراعية number 13 don't worry the cut is not deep قولوا لا داعي للقلق الجرح ليس عميق أو غائر and soon it will سوف وهنا جبني heal يلتئم heal up يلتئم الاثنين صح ديب يتعمق يبقى اقرب اجابه هيل وهيل اب يبقى نمبر اي وبي نمبر 14 is a simple plant نبات بسيط grown in or near water يزرع في الماء او بالقرب من الماء and it has no stems ليس له سيقان or leaves sorry vegetable خضروات herring algae طحالب هيدروبونكس زراعات مائية يبقى الإجابة الجي he studies to know all about يدرس لكي يعرف كل ما يتعلق ببلانتس النباتات and how to grow them طريقة زراعتهم طالما يدرس يبقى أدرس agriculture علم الزراعة وكلية الزراعة بموزها faculty of agriculture وخبير في الزراعة agriculturist دور كده 15 جملة في الوحدة الثالثة نتحرك إلى باقي الجزء اللي أنا وعدتك بيه اللي هو موجود في صفحة 129 و 129 بتقول sorry sorry he doesn't eat meat or fish sorry طالما شخص لا يأكل اللحوم ولا الأسماك sorry يبقى he is vegetarian vegetarian شخص نباتي وأول كلمة vegetarian إجابة صحيحة
فيترينري، فيترينري طبيب بيطري، وممكن نقول فيترينري سيرجن، وبنختصرها الفيت، فيت طبيب بيطري، فيتامين فيتامين. نمبر 17، it is our duty، من واجبنا، to protect and increase، أن نحن ونزيد من، to produce enough food، لننتج طعاما كافيا، for all people، لكل الناس، earth، farmland، الأرض الزراعية، gap، ثغرة وفجوة، solution، حل، يبقى farmland، الأراضي الزراعية، ودي إجابة صحيحة. It is necessary to sustainable food production methods to create، أن نجد، نخلق، ننشئ طرق إنتاج غذاء مستدامة. Number 19، the of Egypt increases rapidly، يتزداد بسرعة. The of Egypt increases rapidly، والاختيارات اللي عندنا، أول اختيار the population، تعداد سكان مصر، ودي إجابة صحيحة. Pollution، تلوث، evidence، دليل أو برهان، rainforest، غابة مطيرة أو غابة استوائية. Number 20، spare parts، قطع الغيار، are much more expensive than fake ones، قطع الغيار أغلى بكثير من القطع المضروبة أو المزورة. وهنا fake عايز عكسها، stuff، حاجات لوازم، rainfall، سقوط المطر، occasional، عابر أو عارض، آخر واحدة original، أصلي. original عكس كلمة فيك أو دبلكت، مقلد. I have no time to read the whole report، ليس لدي وقت أن أقرأ كل التقرير. It's is enough، it's detail، تفاصيله طبعا لا. It's summary، موجز وملخص. Phrase، عبارة أو بند. Ocean، محيط. The job of a secretary، وظيفة الإداري أو الإدارية، making appointments، حجز مواعيد، and making telephone calls، والمكالمات التليفونية. يبقى أقرب حاجة عندي involves، تتضمن، تشتمل على keeps، يحافظ، summarize، يلخص، speculates، يتأمل. 23، the government، a lot of money، أموال طائلة، in farming and education to develop them، ففي على زراعة والتعليم لكي تحسنهم. يبقى أقرب حاجة عندي spin this. 24، he is not sure، ليس متأكد، about what will happen، عما سيحدث. he just speculates، speculates يخمن، يتأمل. protect، يحمي، involves، يتضمن، make sure، يتأكد. 25، don't ask me to read the whole article، لا تطلب مني قراءة المقال بأكمله. it for me please، بيقول له لما تطلبش مني قراءة المقال بأكمله، ولكن من فضلك لخصه لي، summarize it. 26، I think that modern farming methods، أعتقد أن طرق الزراعة الحديثة، are the best to the food shortage problem، بالنسبة لمشكلة نقص الغذاء، يبقى the best solution، أفضل حل لعلاج مشكلة نقص الغذاء. 27، the big between، بين، services، الخدمات، in the countryside، الخدمات المقدمة في الريف، and the city، والمدينة، are very big، عايز يقول لي الفجوة بين الخدمات المقدمة في الريف والمدينة كبيرة جدا، يبقى ذا جاب. 28، he is too young to، هو صغير لدرجة انه لا يستطيع، this large company، هذه الشركة الضخمة. he doesn't have enough experience، ليس لديه خبرة كافية،
يبقى تو رن، يدير مصلحة، يدير مصنع، يدير شركة، رن. 29 all suggests that the new plan could help improve the agriculture sector. بيقول يقترحون بأن هذه الخطة سوف تساعد في تحسين قطاع الزراعة. يبقى all evidence، وevidence كل الأدلة، كل المؤشرات، كل البراهين، ودي إجابة صحيحة. وevidence بعملها معاملة المفرد. Number 30 آخر جملة في الصفحة، he does a أو an amount of work، كمية من العمل in a short time، في وقت قصير. No one else can achieve it، لم يستطيع أحد القيام بذلك. يبقى هي extraordinary، غريبة أو أكثر من معتادة، usual معتادة، normal معتادة، ordinary معتادة، يبقى extraordinary غريبة زائدة عن الحد وهكذا. كده احنا هنكون وصلنا، نكمل لصفحة 132، وأرجو يا تانية ثانوي يعني انك انت الفيديو ده هتحاول ان شاء الله تطلع عليه اطلاع وافي، لان ده مفيد جدا، وزي ما قلت لك مرارا وتكرارا ان ده هيعالج مشكلة ان احنا دخلنا الامتحان لقينا اسئلة غريبة. هو حقيقة الامر مفيش اسئلة غريبة. Where it is usually rainy، ممطر and hot، have a variety of wildlife، بها حياة برية متنوعة. Seaweeds، deserts، rainforests، الغابات المطيرة. Number 32، the papers you are looking for are not in this safe، بيقول التقارير، الأبحاث التي تبحث عنها ليست في هذه الخزينة. They might be in the office. Where elsewhere, where else elsewhere where else، يبقى اقرب اجابة elsewhere، في مكان اخر، في مكان ما اخر. I haven't expected to refuse this it's really a bargain، صفقة، proposal، اقتراح وعرض، ودي اجابة صحيحة. In cities there are not much to grow crops، there is not much space، فراغ او اماكن مفتوحة. To succeed in life، لكي تنجح في الحياة، you are not supposed to any chance available، you are not supposed to miss، الا تفوتك اي فرصة متاحة. 36 plants grow well، النباتات تنمو بطريقة جيدة، الريتش soil، في التربة خصبة، weather taxa atmosphere، غلاف جوي، climate مناخ. 37 in the south of Aswan، في جنوب أسوان، the high dam controls، السد العالي يتحكم في the of water، the flow، تدفق، انسياب. proposal اقتراح، dry جاف، gross نموع. 38 It is a waste of time، إنها مضيعة للوقت، وطبعا it is a waste of time و a waste of money، وراهم جيراند، هنا كلهم جابهم جيراند، يبقى اختار بناء على معنى الجملة. With him he won't be persuaded after all، سوف لا يتم إقناعه على الإطلاق. هيل يبرى، فارم يزرع، كرييت يخلق يسبب، أرجوينجا يجادل يناقش يدفع بالحجة، ودي الإجابة الصحيحة. الجزء اللي جاي ده أعزائي الطلبة على مشتقات، مرادفات، كلمات وعكسها، وورد بيلدينج. ذا مين اكتيفيتي، النشاط الرئيسي، ان ذيس اريا از، في هذه المنطقة، از عايز اسم اجريكلتشر. نمبر 40 ذيس از ان اريا، this is an agricultural area، صفة، منطقة زراعية. I got an to help me with the reclaimed land، بيقول استحضرت او احضرت خبير زراعي ليساعدني في الاراضي المستصلحة. agriculture زراعة، agriculture زراعات، agriculturist خبير زراعي، agricultural صفة زراعي. is to maintain
as productive is to fertile. يبقى هو عايز هنا sustain يعول يستدين يجري صيانة وهكذا. 43 the population of Egypt grows about 1 million a year by بنسبة مئوية أو بحوالي the farm المزرعة more crops than we had expected last season. المزرعة عايز يقول لي أنتجت محاصيل أكثر ما كنا نتوقع العام الماضي. produce إنتاج لمزرعة produced أنتجت وهنا الفصل الماضي أو الموسم الماضي مضبوط. productive منتج منتج أقول productive society مجتمع منتج production إنتاج. ننتقل إلى الصفحة اللي بعديها ونشوف مع بعضينا باقي الكلام اللي أنا وعدتك بيه لحد صفحة 132. والجزء اللي عندنا يقول لي last year العام الماضي the of the farm was more than we had expected. عايز يقول لي العام الماضي كان انتاج the production. 46 last year the farm was more was أو is وراها صفة is more productive أكثر إنتاجاً مما توقعنا. 47 last year the farm was more than we had expected was the farm. هنا عايز يقول لي إنتاج المزرعة والإنتاج الزراعي produce لكن إنتاج صناعة product. يبقى كده خدنا المشتقات produce producer product production كل مرة حسب موقع الكلمة في الجملة. زفيروز الفراعنة are original inhabitants of Egypt السكان الأصليين لمصر. the adjective الصفة original أصلي in this sentence gives the meaning of تعطي معنى أول واحدة first أوائل صحيحة native أصلي أو ابن البلد زي ما نقول native language اللغة الأصلية و native speaker. يبقى A و C. 49 can you the difference till the difference و till the time و till as you a joke و till time كلهم دول بياخدوا فعل till. يبقى can you till. الجملة اللي بعديها 50 the sea has a fish living in it a variety of fish. البحر به مجموعة متنوعة من الأسماك وكلمة the sea is full of fish تعبير إنجليزي معناها خيرها في غيرها يعني اللي جاي أفضل. 51 the types of fish living in the sea are in the sea vary تختلف تتباين وبجبها فعل. there are various types أنواع مختلفة. مستر أشرف involved me in the team's list. The verb involved ضمني اشتملني يبقى included me. He is always alert دائما يقظ منتبه in the class in order not to anything important in order not to لكي miss لكي لا يفوته. جملتين تاني وهننهي الكلام ده أعزائي الطلبة. جملة رقم 55 our company شركتنا has some new marketing ideas أفكار تسويقية. يبقى our company has innovated ابتكرت ابتدعت جددت. our company has succeeded in the innovation ورجعت اسم. our company's new marketing ideas are innovative جديدة مبتكرة يبقى جابها صفة. آخر جملة أعزائي الطلاب she wants to remove the stains أرادت أن تزيل البقع the white shirt من على القميص الأبيض يبقى from. آخر جملة لكي لا أطيل عليك if we cutting more trees بيقول لو استمرينا في قطع كثير من الأشجار
سوف يكون هناك غابات مطيرة أقل. يبقى if we keep cutting، لو استمرينا في قطع. بكده أعزائي الطلاب نكون غطينا الجزء الخاص بالمفردات وعكسها، وننتقل في الفيديو القادم إن شاء الله لنفس الوحدة الثالثة لحل قواعد الوحدة. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله.